بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. Lecture 16 اللي نبدأ بموضوع جديد نوعا ما، Uncertainty Principle. بتقول It's impossible to assign simultaneously، من المستحيل نعين بنفس اللحظة with high accuracy، بدقة عالية، both of momentum and location of electron، اللي هو مستحيل أعين بمنتهى الدقة وفي نفس اللحظة سرعة الإلكترون وكمية تحركه في نفس اللحظة بنفس الدقة. احنا خدنا معنا كانت اللي هي لويس دي بروغلي، كانت لامدا بتساوي H over B، بمعنى آخر اللي هي لامدا في B بتساوي H، وهذا سميناها dual أو wave particle duality او dual nature of electron. duality يعني معنى اخر اللي هي الصفه الثنائيه الالكترون، انه مره بتحب يكون كموجه اذا تحرك في فراغ، واذا ضرب اجسام بصير يتحرك كما لو كان ايش particle جسيم. عشان اشوف التاثير هذا، لو افترض في عندي انا beam of electrons مر على slit، بين ضرب slit، السلت هذه موجود خلفها مثلا فوتوغرافيك سكرين، افترضوا هذا الالكترون لتسيوم، وخلينا نقول مقدمة اني to see the influence to see the impact of the electron. Duality properties on location and momentum. Let's assume we have a beam of electron passing or moving، خلينا نقول traveling in the y direction falling on a slit where a photographic screen behind it. Let's assume to see the impact، عشان نشوف تأثير of the electron duality اللي هي ال wave particle dual nature، عشان تشوف تأثيرها on location and momentum. خلينا نفترض انه فينا let's assume we have a beam of electrons هيو traveling in the y direction، بدي افترض انه هذا هو ال y direction وهذا هو ايه ال x direction، طبعا زد يكون ايه متعامد عليهم. هذا البيم بيم الكترون ترافلينج قلنا ان ذا واي دايركشن، تجي في اتجاه الواي اكسس، فولينج اون سليت، بيجي على سليت، سليت معناها يعني لوح فيه ثقب صغير، ورا فوتوغرافيك سكرين بايند، وفي ورا فوتوغرافيك سكرين يعني شاشه تستقبل الاشعه بتحولها الى اضاءات اما مضيئه او غير مضيئه، زي ما التلفزيون على فرض. في كيمياء عام اثنين شفنا في عندي تو ديفرنت باترنز، لما اخذنا اللايت ومررناه على بريزم واستقبلنا على سكرين ادانا مين؟ رينبو، له سبع اطوال سبع الوان، بتبدا بالريد بينتبه مين؟ بالفايولت. وفي المقابل اخذنا هذا الشعاع البيم اوف لايت او راديشن ومررناه على سليت وعلى كمان سليت واستقبلنا على سكرين،
لقيناه بيعمل عندي ديفراكشن باترن. هذا كان اسمه ديفراكشن باترن، بمعنى انه في عندي هنا بقعة مضيئة سميناها لايت سبوت او فرنج. وفي المقابل في كمان دارك سبوت او دارك فرنج. وضحنا ياما انه هذا الشعاع يحتوي على كل اطوال الموجية. هذا سلت لها خاصية تسمع بمرور بعض الاطوال ولا تسمح بدخول بعضها، وبالتالي الطول الموجي اللي بيدخل بديني لايت فرنج بقعة مضيئة، والطول الموجي اللي يمنع بديني مكانه دارك سبوت او دارك فرنج. وبالتالي لقينا في عندي بقعة مضيئة وبقعة مظلمة وواضحين تمام نفسين مع بعض، مش متصلين زي الرينبو اللي هذا كان عندها ريد اعتقد اورنج يلو جرين بلو انديغو ثم فيروت بالشكل هذا. هنا في شيء فصل بين الاطوال، بين ال الاطياف السبعه، وبالتالي كنا سميناها كونتينيو سبكترا. هنا كانت الفصل واضح وسميناها بالتالي سميناها لاين سبكترا او سميناها اتوميك سبكترا او اتوميك ايمشن سبكترا، ولقينا انه كل اتوم لها اتوميك سبكترا فيري سبيسيفيك خاص فيها تعرف من خلاله، وكانت تمثل بالنسبه لها فينجر برينت لكل عنصر. وبالتالي لو اجاني على فرد شعاع من اي نجم ما ملايين سنوات في الفضاء وصلني، بقدر من خلال الشعاع اعرف ايش مكونات النجم هذا، هعرف مكوناته من خلال السبكترم تبعه الطيف تبعه، وكل اتوم لها طيف خاص فيها. بالتالي بقدر احلل الاطياف هذه، بقدر اعرف ايش مكونات النجوم، وكذا بالتالي عرفنا الشمس مكوناتها عباره عن هيدروجين وهيليوم مينلي. اذا هذا الشعاع ماشي في اتجاه اليسار في اتجاه الواي اكسس. ليس اسيوم، خلينا نفترض كمان ذات the momentum of the beam is P. أعتقد B E E A. لافترض ظل ماشي عدل حي على النقطة هذه مباشرة، لكن وجوده لما يمر بداخل السلت حصير له إيه؟ ديفليكشن، وبالتالي حصير اتجاه المومنتم تبعه. لاحظ هذه في الكتاب نسميها ايش؟ W. خلينا نضيف كمان نقطة انه السلت with width يساوي W. مقدار سلت هاي الفتحة اللي فيها W، واحنا بنسميها كمان لاحظ حسب تعريف المحاور يعني فرضنا الاكس اكس بالشكل هذا فخليها نسميها دلتا دلتا اكس، لكن هذا الاتجاه سميناه الواي اكس حسب المحاور هان. فعندي المومنتم بتجه في اتجاه الواي اكسس، صار ديفليكشن هسمي هذا ديفليكشن دلتا بي اكس. ليش دلتا بي اكس؟ لانه في اتجاه الاكس اكسس، وهذا الزاويه خلينا نسميها ايه؟ ثيتا. هي واضح انه ساين ثيتا ايش بتساوي؟ اللي هي بتساوي المقابل على الوتر دلتا بي اكس على مين؟ على في. وبالتالي دلتا بي اكس بتساوي بي ساين ثيتا. طيب حسب قانون براغ ايش قانون براغ بيقول؟
لو يجي طل الكريستال لاتس للشبكة البلورية للعناصر أو المركبات، هنلاحظ أنها بتمر عبارة عن شكل أريز زي أشعة. لو خدنا على فرض هاي الشعاع ساقط على ال... والسبيسنج في هذا بسميه دلتا إكس، أو اللي بسميه دي في الأساس اللي مسافة بين الطبقات. لو أخذنا هاي الشعاع بالشكل هذا ساقط، هان رسم تعيس، خلينا نعكس هيك وخلينا نعكس هيك، تمام؟ وخدنا كمان شعاع رسم ضيف هيك، طبعا دون موجود اثبات للكلام هذا حتى بس نشوف طالبين فيه. برايي ايش بقول؟ ان لامدا بتساوي 2 دي ساين ثيتا. يعني اقول على فرض هاي الزاويه، على فرض هاي الزاويه ثيتا وهي الزاويه ثيتا، تمام؟ لو سمينا هذا على فرض اي بي وهذا سي، تمام؟ لاحظ ساين ثيتا هي زاوية قائمة وهي ثيتا، ساين ثيتا بتكون مقابلة على مجاور مقابلة على وتر، حيكون ساين ثيتا بيساوي بي سي على مين؟ على المسافة دي على دي. وفي نفس المثال الثاني ثيتا هاي طبعا زاوية قائمة، عفوا هي زاوية قائمة، اسقطنا احنا عمود من هناك، فثيتا هي برضه هتساوي اللي الظل تبعها او الساين تبعها مقابل على ايه؟ على وتر، هي المقابل على وتر. برضه ساين ثيتا بتساوي اي بي على دي. من هذا الكلام بيطلع عندي انا بي سي بيساوي دي ساين ثيتا، ودي اللي هي عباره عن مين؟ هي عباره عن دلتا اكس في الاساس، اللي هو هذه المسافه اللي سميناها دي انا، اللي نسميها دي، هي عباره عن مين؟ دلتا اكس في الاساس مباشره. اذا ومن هذا الكلام برضه اي بي بيساوي هيكون طبعا هذه اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي دي، كمان دي ساين ثيتا بمعنى اخر اللي هي دلتا اكس ساين ثيتا. لو جمعتهم مع بعض بيطلع عندي بي سي بلس اي بي بيساوي 2 دلتا اكس ساين ثيتا. هذول الاثنين لاحظ انه هذا الشعاع لما سقط وانعكس هان، هذا الشعاع اخترق الكريستال وانعكس مره ثانيه. عشان هذول الاثنين يكون في كونستركتيف انترفيرنس يمشوا في الانفيز مع بعض، لازم تكون المسافه هذول بينهم قديش؟ ان لامدا، لازم يكون بي سي بلس اي بي بيساوي ان في لامدا ويساوي 2 دلتا اكس ساين ثيتا. إذا من القانون هذاك خلينا نقول هنا نحلها بالنسبة لساين ثيتا زي ما موجود عندي في الأساس، ومن هذاك الكلام ساين ثيتا هنا بتساوي ان في لامدا على 2 دلتا اكس. إذا سويت الاثنين مع بعض هذه ما هذيك بيطلع عندي دلتا بي اكس على بي بتساوي ان في لامدا على 2 في دلتا اكس. حل هلا دلتا اكس في دلتا بي، إذا دلتا اكس في دلتا بي هي ضرب تبادلي بتساوي بي ان لامدا في بي على مين؟ على 2. لو افترضنا على فرض ان بتساوي 1، خلينا نفترض ان بتساوي 1 ونشيلها مبدئيا، بضل لامدا بي على 2. من قانون لويس دي بوريه لامدا في ايش بتساوي؟ بتساوي اتش، ده بتساوي اتش اوفر 2. اذا دلتا اكس في دلتا بي بتساوي اتش اوفر 2. طيب
انا بعرف ان اتش بتساوي اتش بار ايش بتساوي اتش اوفر 2 باي. اذا بمعنى اخر اتش بتساوي 2 باي في اتش بار. شيل اتش حط بدل 2 باي اتش بار وتساوي 2 باي في اتش بار على 2 وتساوي باي في اتش بار. اذا بقدر اطلع بنتيجه انه لاحظ دلتا اكس في دلتا بي اكتبها. اذا دلتا اكس في دلتا بي اكبر او تساوي اتش بار. طلع بتساوي باي في اتش بار يعني بالضروره تكون ايش؟ اكبر من اتش بار او تساويها في اسوأ الاحوال. اذا هاي بيقول الشك في الموقع لوكيشن اوف الكترون في الشك المومنتم لازم يكون بيساوي اكبر من اتش بار او اخذناها بعلاقه هذه ثابت بلانك على 2 او خلينا نقول بمعنى اخر اكبر او يساوي ثابت بلانك. ناخذ مثال على الكلام هذا. اولا عندي هذا سريع النقطه هذه بالذات. لكن عندي هي على فرض طبقات اللي فيها الكريستال الموجوده في المركبات شعاع سقط وهنعكس شعاع سقط وصلت رمسي داخل الكريستال ثم انعكس تمام. اسقطنا هذا مدينا على استقامته هكون متعامد على هذا هتكون متعامد على هذا الخط المتقاطع هكون متعامد على هذا. هذا سمينا اي بي وهذا سمينا بي سي. سمينا الزاوية هذه لو سمينا هذا على فرض نقطة مثلا خلينا نسميها على فرض ان. الزاوية ثيتا اللي عبارة عن زاوية بي ان سي وهي نفسها عبارة عن زاوية ثيتا اللي هي بي ان اي. ليه؟ لانه لو خدناها مدينا هذه عباره عن فوق لاحظ هذه بتساوي تقلب بالراس وهذا بتساوي هذا تقلب بالراس وهذول الثنتين بيساووا بعض لانه زاويه السقوط بتساوي زاويه مين؟ الانعكاس. مره ثانيه هذه الزاويه بتساوي الزاويه هذه انه زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. هذه الزاويه بتساوي الزاويه هذه بتقلب بالراس وهذه بتساوي هذه بتقلب بالراس وبالتالي هذه بتساوي هذه. دحين اخذنا ظل ساين الزاويه هذه كان بيساوي اللي هو بي سي على دلتا اكس اللي سميناها هذه. خلينا نكتب على طول دلتا اكس مباشره وهنا دلتا اكس هذول وصار هذه بيساوي اي بي على برضو مين على دلتا اكس وحليناها بالنسبه لبي سي وبالنسبه لاي بي ثم جمعناهم مع بعض طول 2 دلتا اكس ساين ثيتا. يعني هذا الشعاع اللي هين دخل وانعكس وهذا اللي منعكس على السطح مباشره عشان الاثنين يمشوا مع بعض ان فيز وبالتالي الموجه تكون كونستركتيف انترفيرنس تبعها لازم يكون تي ان فيز وعشان يكون تي ان فيز لازم تكون المسافه اللي بين هذول الشعاعين لازم تكون عباره عن مين؟ عباره عن اطوال موجيه كامله. لو قلطوا الموجي ببطلوا ان فيز بصيروا ديستركتيف انترفيرنس. اي معناها لاحظ هل كونستركتيف انترفيرنس هي هيك هتطلع الموجه الثانيه هي كونستركتيف انترفيرنس لكن الثانيه لو كانت ديستركتيف حصير بالشكل هذا. طيب كيف؟ انه الامبليتود بوصل صفر صفر وهنا موجب وسالب بيلغوا بعض بس هنا بتصير الموجه بالشكل هذا الموجه تتضاعف اي معنى كونستركتيف انترفيرنس بتصير موجه كبيره. هل بعدين بالنسبه قلنا اجمعهم مع بعض ولازم يكون مجموعهم ان لامدا يعني اطوال موجيه عدد صيغ اطوال موجيه بيساوي 2 دلتا اكس في ساين ثيتا هي ساين ثيتا. واحنا هنا عندنا من الاستيت برنسبل قلنا ساين ثيتا بيساوي تشينج اوف مومنتم على المومنتم سويهم مع بعض تمام وحل بالنسبه دلتا بي اكس في دلتا اكس دلتا بي اكس في دلتا اكس بده بيساوي بي في ان في لامدا وقلنا افترض ان بيساوي 1 اذا بضل عندي لامدا على 2 لامدا بي لامدا في المومنتم على 2 ولامدا في المومنتم من لويس دي بروغلي فورمولا بتساوي اتش اللي هو ثابت بلانك. اذا بتطلع دلتا اكس دلتا بي بتساوي ثابت بلانك على 2 لو عوضنا عن ثابت بلانك ب 2 باي اتش بار اذا بيساوي باي اتش بار اذا بالضروره تكون دلتا بي اكس دلتا اكس في دلتا بي اكس طبعا اكبر او تساوي مين اتش بار. طبعا بنفس المنظور هقول دلتا واي في دلتا بي واي اكبر من اتش بار ودلتا زد في دلتا بي زد بتساوي اكبر تساوي اتش بار. بمعنى انه اللوكيشن في المومنتم ان ذا دايركشن اوف لوكيشن بي اكس مومنتم في اتجاه اكس اكبر تساوي اتش بار او المومنتم في اتجاه الواي نفس الكلام او في اتجاه مين ازد. يعني بنكتب دلتا
واي في دلتا بي واي اكبر تساوي اتش بار، او دلتا زد في دلتا بي زد اكبر تساوي اتش بار. هذا بالنسبه لاسيتيت برنسبل. ليكتشر 1-6 كومبلكس نمبرز. بنعرف انه اي ريال كويجن ممكن كلها حيكلها ريال روتس لو قد نعرف اكس تربيع بتساوي واحد، لكن مش ضروري يكون كلها لها نفس الريال روتس. لو قلنا اكس تربيع بتساوي ناقص واحد، اكس تربيع بتساوي واحد روتس حتكون بلس او ماينس واحد، ريال روتس جذور حقيقيه، لكن اكس تربيع ناقص بتساوي ناقص واحد، اكس حتكون بتساوي بلس او ماينس جذر ناقص واحد. جذر ناقص واحد سميناها اي، يعني جاي من كلمه imaginary، بمعنى انه الجذر صار تخيلي في العلاقه هاي. هي لو مثلنا العلاقه لما تكون ريال روتس في الاكس واي بلين، هاي عندي نقطه على فرض في الاكس واي بلين، تمام، هاي النقطه اكس واي، هتكون موصله بالمصدر بريدس فيكتور سميناها ار، هاي اكس كومبوننت واي كومبوننت، الاكس حيكون بيساوي ار كوساين ثيتا زي ما تعلمنا، والواي بيساوي ار في ساين ثيتا، والزد كفكتور بيساوي اكس اي بلس واي جي، لكن زد كماجنتيود هتساوي اللي هي قيمه ار اللي بيساوي اكس تربيع بلس واي تربيع، اللي بمعنى اخر عوض اكس تربيع قيمه ار تربيع كوساين تربيع ثيتا، وواي تربيع ار تربيع ساين تربيع ثيتا، بتساوي في النهايه مين؟ هدول الاثنين لو اخذنا ار تربيع على المشترك بضل ار تربيع مضروب كوساين تربيع بلس ساين تربيع، وكوساين تربيع زائد ساين تربيع قيمتهم واحد، اذا بضل الجذر ار تربيع مضروب في واحد بمعنى بيساوي ايه؟ ار. طيب لو جينا نمثلهم في كومبلكس بلين، الفارق الوحيد بين الطرفين انه في الريال بلين في عندي ريال روتس اكس واي ممثلين بقيم حقيقيه، لكن في الكومبلكس بلين اكس ممثله بريال نمبر لكن واي بمجري نمبر، فتمثل نقطه باكس واي هتكون قيمه زد بتساوي اكس بلس اي في واي، عامله زاويه ثيتا مع الاكس اكسس وهي ار ريديس فيكتور، هتكون قيمه في الحاله هذه اكس بتساوي ار كوساين ثيتا. إيه لو سقطنا هاي اي اكس لما نحلل هذه القوتين حيكون عندها ار كوساين ثيتا وان ار ساين ثيتا، فحتكون اكس بتساوي ار كوساين ثيتا وتسمى الريال بارت اوف زد لانه هذا حقيقي، لكن واي هتساوي اي ار ساين ثيتا، تمام، ولكن عدد تخيلي فسميناها imaginary part of z. r تسمى في الحالة هذه المودل زد، يعني معناها القيمة الحقيقية أو القيمة العددية لمين لزد، اللي هي السكيلر كوانتيتي اوف زد، وثيتا اللي هي الارجومنت. نحن بنعرف أن أي فيكتور يعرف بحاجتين، بسكيلر كوانتيتي ودايركشن. السكيلر هي عبارة عن الماجنيتيود قيمته العادية، والدايركشن اللي هي اتجاهه في اتجاه كذا بزاوية كذا إلى آخره. طيب إذا كنقطة في الإكس واي كومبلكس بلين زد تعرف على أن إكس بلس اي في واي وتساوي ار كوساين ثيتا بلس اي ار ساين ثيتا، خذ ار عامل المشترك إذا بضل كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا. أخذنا في محاضرة سابقة مفكوك إكسبوشن فاكتور هاي ولا بتساوي لما زد بتساوي صفر واحد صفر إيز الصفر بتساوي واحد بلس زد بتساوي واحد زد زائد زد زائد زد تربيع على اثنين فكتوريال بلس زد تكعيب على ثلاثة فكتوريال بلس بلس لغاية تقول زد أن على أن فكتوريال. هذا مفكوك مين؟ زد. طيب افترضوا زد، خلينا افترضا زد ليتس اسيوم زد بتساوي صم مجري نمبر في ثيتا اي ثيتا، إذا هتكون اي تو باور اي ثيتا، اللهم في لاحظ شيل زد وحط بدل اي ثيتا هتساوي واحد بلس اي ثيتا
بلس اي ثيتا تربيع على 2 فيكتوريال بلس اي في ثيتا تكعيب على 3 فيكتوريال بلس اي ثيتا اس 4 على 4 فيكتوريال. خلينا نكمل ل 5 اي ثيتا اس 5 على 5 فيكتوريال الى اخره. اذا اي تو باور اي ثيتا بتساوي، خلينا ناخذ هذه المعادله اقسمها نصين، اخذ الاود والايفن 2 4 6 هذول اود، 1 3 5 ايفن، بما فيه طبعا مين الصفر. اذا حتكون الصفر طبعا عدد موجب، قصدي ايفن نمبر عدد زوجي، حتساوي 1 اي هذا اس 1 قديش اس 1 يعني عدد اود سيبنا منه، خلينا ناخذ الزوجي بلس اي ثيتا على 2 فيكتوريال هاي تربيع بلس اي ثيتا اس 4 على 4 فيكتوريال تمام بلس على فرع تكون عندي اي ثيتا 6 على 6 فيكتوريال تمام الى اخره. خلصنا من هذا، نيجي للحد الثاني زائد ضغط تحت شوسع في اللوح زائد اضل عندي هنا الحد الفردي اي ثيتا اس 1 على 1 فيكتوريال زائد اي ثيتا تكعيب على 3 فيكتوريال، اذا هتكون وراها زائد اي ثيتا 5 على 5 فيكتوريال على فرض زي اي ثيتا 7 على 7 فيكتوريال زائد الى اخره. نيجي نحل الحدود، نفك الحدود هذه، اذا اي ايو اي وثيتا بتساوي 1. نيجي هنا لبعض الخصائص للاي، نكتبها هان على فرض اي بتساوي جذر ناقص 1. طب الاي تربيع بتساوي اي في اي وتساوي جذر ناقص 1 في مين في جذر ناقص 1 وتساوي جذر ناقص 1 تربيع وتساوي ناقص 1. اذا اي تربيع بتساوي ناقص 1. طيب لو قلنا اي تكعيب هتساوي اي تربيع في اي وتساوي اي تربيع اللي عباره عن مين ناقص 1، خلينا نعرفها باي وتساوي ايش ناقص اي، يعني ناقص 1 في اي يعني ناقص اي. طيب اي اس 4 هتساوي اي تربيع في اي تربيع وتساوي ناقص 1 في ناقص 1 تساوي ايه 1. طب لو قلنا اي اس 5 هتساوي اي تربيع او بمعنى اخر نقول اي اس 4 في مين في اي، اي اس 4 اللي هي 1 اذا بتساوي معناها اي. طب اي اس 6 هتساوي اي تكعيب او خلينا نقول اي اس 4 في اي تربيع وتساوي اي اس 4 قيمتها 1 واي تربيع قيمتها ناقص 1 اذا بتساوي ايش ناقص 1. عيني نفك هاي 1 الاي تربيع ناقص 1 كذا معناها ناقص ثيتا تربيع اوفر 2 2 فيكتوريال قيمتها 2. نيجي لهان ثيتا اس 4 على 4 فيكتوريال. طيب اي اس 4 ايش طلع بتساوي 1 اذا حتكون هذه ايش قيمه زائد موجبه. طيب 6 زائد ثيتا وال 6 على 6 فيكتوريال، ال 6 ايش رقمتها بتساوي ناقص 1 زائد فبصير ايش ناقص 1. لاحظ معنا العدد الزوجي بيكون موجب سالب موجب سالب، يعني حيكون ضمن هذا ايش زائد ثيتا اس 8 على 8 فيكتوريال، وانا حكون ناقص ثيتا اس 10 على 10 فيكتوريال. طيب نيجي للحد الثاني وبكفي هذا الى اخره. الحد الثاني زائد اي زي ما هي اي ثيتا، خلينا نقول زائد ثيتا تكعيب على 3 فيكتوريال، لكن اي تكعيب ايش طلع بتساوي ناقص اي، اذا هذا بصير ايش ناقص اي زائد في ناقص ناقص اي. نيجي لخمسة زائد ثيتا 5 على 5 فيكتوريال، لكن ثيتا 5 بتساوي في الحقيقة هي اللي هي بتساوي اي، اذا حصل في عندي هذا ايش زائد زي ما هي.
لاحظ معناها موجب افنها تكون هذه طيب نجي ناخذ الحد اللي ورا مثلا زائد ثيتا 7 تكون ثيتا 7 على 7 فيكتوريال 7 تكون عباره عن مين اي 6 في اي اللي حتكون ناقص 1 في اي بكون ايش ناقص اي هنا 5 طبعا غلطه في 5 في بتكون دي ايش اي زائد اي الى اخره اذا ما انا بدي احدد اللي وراها بده يكون ايش زائد اي ثيتا 9 على 9 فيكتوريال واللي وراها يكون ناقص اي ثيتا 11 على 11 فيكتوريال الى اخره خلينا ناخذ الحد هذا نطلع منه اي برا لو طلعنا منه اي برا عشان ما نكتبش معادله من جديد لاحظ اي خذها كلها اذا خذ اي برا هنا هذا حيروح وهذا حيصير ناقص وهذا حيصير موجب وهذا حيروح الى اخره لو جيت لكالكولس واحد تيلر سيريز مفكوك الكوساين في تيلر سيريز هذا كوساين ثيتا قيمته وهذا لساين ثيتا اذا بيطلع عندي اي باور اي ثيتا بيساوي كوساين ثيتا بلس اي ساين ثيتا من خلال تيلر سيريز ترجع لكالكولس واحد بتشوف العلاقة وتشوف كيف الاشتقاق بيتم كيف بنطلع الحدود هاي انما اللي فهمناه حاليا انه هذا كوساين ثيتا وهذا ساين ثيتا بمعنى انه اي ذا بار اي ثيتا بيساوي كوساين ثيتا بلس اي في ساين ثيتا لو جينا نفك مرة ثانية اي تو ذا باور اي ماينس ثيتا ماينس اي ثيتا فك بالسوب هذا كامل المرة بتكون عوض عن مين عن هتقول ماينس اي ثيتا ربيع على 2 فيكتوريال ماينس اي ثيتا اس 4 خليني اخذها من هان يعني بدل ما اقول هنا اي ثيتا هتقول ايش ماينس اي ثيتا ماينس اي ثيتا ماينس اي ثيتا الى اخره هتلاقي فك بيطلع هذا بيساوي كوساين ثيتا ماينس اي ساين ثيتا خلينا نسمي هذا علاقة واحد وهذا علاقة اثنين لاحظ لو جمعنا صم واحد واثنين واحد زائد اثنين العلاقة واحد واثنين بيطلع عندي لاحظ اي تو باور اي ثيتا بلس اي تو ماينس اي ثيتا بيساوي اجمع هذول مع بعض لاحظ ماينس اي مع زائد ايش بروح بضل عندي اثنين كوساين ثيتا من هذا الكلام بيطلع عندي كوساين ثيتا بيساوي نص مضروب في اي تو باور اي ثيتا اي تو ماينس اي ثيتا وهذا اعتقد احد الاسئله اللي في على الشابتر بالشكل هذا اثبت الكلام هذا لو طرحت اثنين من بعض سبتراكت واحد واثنين طرحهم من بعض هتلاحظ اي تو باور اي ثيتا ماينس اي تو ماينس اي ثيتا بيساوي لما اطرح كوساين هذا بصير ناقص هذا ايش بروح؟ والصاين بصير زائد بصير 2 اي ساين ثيتا ابسط قوانين المعادلات انه لما اطرح معادله المعادله المطلوب تختلف اشارته هذا ناقص هذا بصير بدل ما هو موجب بصير سالب هذا بصير ايش موجب؟ سالب معناه موجب بروح وهنا موجب معناه بصير 2 موجب وبالتالي ساين ثيتا بيساوي واحد على اثنين اي يدبر اي ثيتا ماس اي ماينس اي ثيتا لكن هنا الكومبلكس نمبر في المقام بضل هيك ركيك نوعا ما لو ضربناها في اي على اي يعني ضربناها في واحد بصير اثنين اي في اي اللي اي تربيع اللي هي ناقص واحد بصير معناها بتساوي ماينس اي على اثنين اي تو باور اي ثيتا ماس اي تو ماينس اي في ثيتا هذه ساين ثيتا اي في اي بصير ناقص واحد
لأن الجذر ناقص واحد ناقص بدين إيش ناقص واحد وبضل عند آي في البسط. وبالتالي ساين ثيتا بيساوي ماينس آي على اثنين إذا بار آي ثيتا إذا ماينس آي ثيتا. طيب نجي لبعض خواص الكومبلكس نمبرز. هي احنا قلنا زد عرفناها انها عباره عن مين؟ اي في ثيتا. كيف؟ تنشوف احنا قلنا زد ايش بتساوي؟ بتساوي ار كوساين ثيتا بلس اي في ار في ساين ثيتا في الكومبلكس بلين. لو اخذنا ار عن مشترك ضل عندي كوساين ثيتا بلس اي في ساين ثيتا اذا هو تساوي ار، وهذا عباره عن مين اللي طلعنا قبل شويه؟ اذوبر اي ثيتا. اذا زد بتساوي ار اذوبر اي في ثيتا. اذا زد في الكومبلكس بلين بتساوي الموديولس لو ار في اذوبر اي ثيتا. طيب ناخذ زد انفرس المعكوس الضربي تبعها ويساوي واحد اللي عبارة عن مين؟ واحد اوفر زد وتساوي واحد اوفر ار اي باور اي في ثيتا وتساوي وان اوفر ار اي باور ماينس اي في ثيتا.